the total depletion of fuel supplies is imminent, according to UNRWA, and it would be catastrophic across all of Gaza, leading to the complete collapse of water, sewage, and crucial healthcare services, and ending the trickle of humanitarian assistance that has been permitted to date. Massive outbreaks of infectious disease and hunger seem inevitable. يعني هذا الإشي موجود الأمراض منتشرة وال يعني المواد الغذائية سعرها ارتفع ارتفاع جنوني إذا كيلو الملح صار $5 يعني علبة الخمير اللي كان حاجة 6 شيكل ثمنها الآن 25 شيكل يعني الطحين غير موجود المواد الغذائية غير موجودة يعني الوضع صعب جدا لا كهرباء لا ماء لا وقود لما أوكرانيا حرمت من روسيا تدخل كل العالم وأرسلوا لها المواد الأساسية والدعم فلماذا العالم يكيل بمكيالين يعتبرون مثل أوكرانيا ويقدموا لنا ما نحتاج إلى متى هذا السكوت والتغاضل وتغاضي عن حقوق الشعب الفلسطيني لماذا يعني الحيوانات لها حقوق عندهم أكثر من الإنسان نحن نطالب بحقوقنا مثل ما يعامل الحيوانات والقطط والحيوانات الأليفة يعاملوها معاملة أحسن من معاملتنا نحن نريد منهم أن يعاملونا مثل ما يعاملوا هذه الحيوانات لسه ما تستناش النجاة أجاها الأمراض هي ما تستناش وأجاها الأمراض وأجاها كل شيء لسه كمان إذا بتستنى لها أسبوعين الشعب على السلام راح الشعب حيروح